ليعليا إن لم يحضر لصديقي هدية في عيد الحب سأخلع أذنيه من مكانه. صحيح ماروسيا. مرحبا ماكسيم، أنا لا أحتاج لحبك بل أحتاج لجرو صغير أبيض وفي أذنيه أقراط، وأنا سأهديك هدية في عيد الحب، هل فهمتني؟ واضح؟ أي أقراط؟ ناستيا لن تفهمي أي شيء، لقد أصبح الكلب بالأقراط في الموضة، لا تفهمين أي شيء، سمعتني؟ جوني ماذا طلبت أنت؟ أوه ناستيا هذا محرج، من سيهديني؟ حسناً هل فهمتني؟ اتصل بي عندما تحضر الجرو، وداعاً. جولي طلبت لنفسي باقة كبيرة من الأزهار والكثير من الحلويات، هيا اطلبي شيئا لنفسك. لا أعلم ناستيا، لم يخطر ببالي أي شيء. ماروسيا هل سمعتي؟ طبا جولي لو كانت لدي مشاكلك كنت سأطلب الكثير من الهدايا لنفسي. غدا سنبحث لك على صديق لكي يشتري لك الهدايا. ماروسيا لما سأحتاج لصديق؟ أنا أدرس، أنا مشغولة. حسنا باتريك، لن تخبر أي أحد؟ لن أخبر أحدا، أصبحت أحب الحشرات. ماذا؟ ما هذا؟ حسنا ألن تخبرهم؟ لن أخبرهم، أصبحت أحب البعوض. أرتم لما البعوض وليس الفراشات مثلا؟ باتريك أي فراشات، البعوض مخلوق ذكي، هناك بعوضة طارت لغرفة في الربع ولا تزال تعيش معي. أرتم كيف تعيش في غرفتك؟ كيف تطعمها؟ باتريك هل أنت مجنون؟ قطرة واحدة من الشاي ستسعدها طوال اليوم. تبا هذه هي البعوضة التي تعيش في غرفتك؟ أجل باتريك إنها هي، اسمها جيجي، حتى أنني رسمت رسمة لها. أين هي؟ لقد هربت هناك. حسنا ديانا انتظري. أعطيتها اسما أيضا؟ باتريك عندما لا أستطيع النوم فهي تطير عندي وتجلس على وسادتي وتبدأ في الطنين، وعندها أشعر بالنوم وأنام. تبا ديانا أنا أتحدث هنا وهي أوقعت صورة جيجي المسكينة. أرتم هل أنت بخير؟ ألست مريض؟ لا باتريك أنا بخير، البعوضة أفضل حشرة، أقترح أن تحصل على واحدة. تبا ديانا أوقعت صورة بعوضتي وأنا أتحدث هنا. جيجي أنا آسف، سأرسم لك صورة غدا. أشعر بالأسف لأن لديك بعوضة كحيوان أليف، أنا لدي كلب. تبا أين سأهرب؟ من هنا. تبا أين هي؟ ربما في الأعلى. لقد سئمت من يانا. حسنا كل شيء سيكون كما أريده. ديانوشكا افتحي، جرس الاستراحة سيرن قريبا وسنلتقي بكل تأكيد. وماذا إن لم أفتح؟ ماذا سيحصل؟ حتى وإن التقينا سيكون كل شيء كما أريده. حسنا ديانا فهمت، كل شيء سيكون كما تريدين، أخرجي فقط، النقاش معك بدون جدوى، أخرجي سنكون بخير. أجل سنكون بخير، هذا عرضك إذن. فهمت أن كل شيء سيكون كما أريد. يانا تأكدي أنه من الآن فصاعدا سيحدث ما أريده أنا فقط، هل فهمت؟ اسمعي ديانا أقترح عليك أن تستسلمي لأنه أي شيء سيكون كما أريد. لا سيكون كما أريده أنا، في الواقع لقد كانت فكرتي بأن أنظم حفلة في عيد الحب، سمعتي؟ لا ديانوشكا لأنني. أجل بنات هذه بعوضة جيجي، في الحقيقة لقد جن. اسمع أرتم، غير اسم حشراتك لاسم آخر لأنك ستكون في ورطة معي. أجل بنات، أحد ما ليس لديه أي شيء، أحد ما يريد جرو أبيض والآخر بعوضة تكفيه. أرتم ارمي هذا الرسم ولا تحرج نفسك. لا لن أخون بعوضتي، سأرسم فتى البعوضة غدا. حسنا أرتم، ما دامت لديك بعوضة فلا تأتي عندنا. أجل اذهب بعيدا ببعوضتك. سئمت منكم. أرتم أرتم. أوه مرحبا، هل رأيتم ديانا؟ لقد بحثت عنها في كل مكان. لا ديما لم نراها. باتريك ما خطب أرتم؟ أجل لقد جن أرتم. حسنا مرحبا بنات، هل رأيتم ديانا؟ أبحث عنها. أجل رأيناها، إنها تلعب هناك مع يانا. لقد صعدوا للأعلى. حسنا بنات شكرا لكم. ديما مرحبا، هل رأيت يانا؟ لا أعلم، أبحث عن ديانا أيضا. سئمت من يانا، إنها لا تجيب أبدا. أخبروني البنات أنها تلعب مع ديانا في الأعلى. اسمع ديما أنا لا أحب تلك اللعبة. يانا ديانا 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 يانا أرتيم ربما في الجيم. هيا ديانا يانا. تبا يانا.
ديانا! آي ديما! دعني أذهب ديانا، لن تهربي مني بهذه السهولة، دعني أذهب! أتعلمين ماذا يا نا؟ ديما دعني، كل شيء سيكون كما أريده! لا، كل شيء سيكون كما أريده أنا! دعني! حسناً ديانا، سنلتقي في الاستراحة القادمة. اسمعي يانا، المرة القادمة سأضربك على وجهك. أنت لا تعرفينني، سأريك ديانا. انتظري فقط ديانا، سأريك سأهزمك حتماً. أنا يانا. كفى بنا، ليس من الجيد أن تتعاركوا. ديانا لم أتوقع هذا منك. أتعلم ماذا ديما؟ هي التي بدأت. أتعلم ماذا كانوا يريدون أن يفعلوا هي وصديقها أرتيم؟ أرادوا أن يقلدوا حفلتنا لعيد الحب والتي كنت أريد تنظيمها أنا من البداية. لا، أنا في الواقع إنها فكرتي. بالطبع فكرتك، بل هي فكرتي. بل فكرتي أنا. يانا دعيني. أنا ما فكرت بذلك أولا. تبا أنا فخور بيانا. ديانا هي الأروع بالطبع، هل رأيت كيف تهاجم يانا؟ ديانا هذا مخجل، أنت فتاة لا يجب أن تتعاركي. أنا فتاة وماذا يعني ذلك؟ انظر يانا، هي من بدأت العراك، أرادت أن تفسد احتفالنا الذي سنقيمه أنا وأنت في عيد الحب، وهي أرادت تقليدنا هي وصديقها أرتيم. وماذا إن قلدونا فاحتفالنا سيكون الأروع لأنها فكرتنا. شباب، لدي حيوان أليف، جيجي. هذا مضحك جدا. ديانا، ما الخطر؟ لما أنت ويانا تركضان في المدرسة؟ ديما، لما تصرخ؟ هل تشاجرتما؟ هناك مشكلة. بنات، أتصدقون؟ أتتذكرون أنني أردت تنظيم حفل مع ديما في عيد الحب؟ أتعلمون ماذا؟ عرفت يانا بطريقة ما هذا، فأرادت أن تقيم حفلا للمدرسة كلها وتريد تقليد فكرتي هي وصديقها أرتيم. الآن أنتم في مشكلة معها. ناستي، أي مشكلة؟ كان هناك عراك في الصالة. ديانا، ألا تخجلين من نفسك؟ أتعلمون ماذا؟ لقد سئمت من يانا من جيم 10 تلك. اسمعوا شباب، لدي فكرة جيدة. اسمعوا شباب، لقد أصبحت أحب الحشرات كثيرا. أرتيم، أصبح قليلا. جيجي، أية فكرة؟ أتعلمون بما أفكر شباب؟ المدرسة كلها ستصوت على أي احتفال يريدون. هل احتفال ديما وديانا أم يانا وأرتيم؟ أجل جيجي، أنت محقة، لأن العراك لن يحل أي شيء. هذه الفكرة جيدة، لكن لا تعلمون جيم 10 سيتعاندون ويخبرون جميعا أنهم هم من نظموا الحفل أولا. اسمعي جيجي، إنها فكرة جيدة حقا، لندع المدرسة كلها تصوت على أي منا سيقوم بتنظيم حفلة عيد الحب. حسنا شباب، سأخبرهم بذلك. أجل جيجي، أسرعي. أجل جيجي، أحسنتي. شباب، سأعطي جيجي هدية في عيد الحب. أوه. أرتيم، هل جيجي تعلم؟ كيف ستعرف إنها بعوضة؟ تبا شباب، لا تطلبوا منه أي شيء، لأنه يتحدث فقط عن بعوضته جيجي. شباب، لقد لكمتها كثيرا، كان عليكم أن تروا. ضربتها برجلي اليمنى وأعادت لي الضربة برجلها اليسرى، ولكمتها بقبضتي ولكمتني هي أيضا. لقد كان عراكا حقيقيا. إيه دائما الفرق إن كانت الحفلة لنا أو لهم؟ المهم أن نحتفل جميعا. ماذا قلت أرتيم؟ ما الفرق إن كانت الحفلة تعود لنا أم لهم؟ لا أرتيم، سننظمها لأننا الأروع في المدرسة. حسنا، أنا بدأت أضرب وسقطنا على الأرض، كان شجارا قويا. تبا يانا، اهدئي، لا تتشاجري مجددا، أنا من سيتشاجر لأنك فتاة. يانا، سننظم الحفلة على أي حال، فنحن الأروع. هل رأيتم بعوضة أرتيم؟ جيجي باتريك، هذا يكفي، سنكمل في الاستراحة القادمة. حسناً، علي أن أخترع قصة لكي تصوت جيم 10 لألف 9. بالطبع، سندعهم يصوتوا لأرتيم وبعوضته جيجي، هكذا سيقبلون. مرحباً شباب. مرحباً جيجي، هل جئت لكي تدافعي على ديانا؟ لا شباب، أنا لا أهتم لأمر ديانا تلك، لدي مشكلة أخرى. صديقنا أرتيم لديه بعوضة، والجميع يسخر منه لأنه لديه بعوضة. أرتيم، هل سمعت؟ أظن أنها أحببت بعوضة أرتيم. هذا معقول؟ إن كنتم مستعدين لمساندة أرتيم وبعوضته، اكتبوا 1009. شباب، لنساند هذه البعوضة، إن كان يحب البعوضة دعونا نسانده. أجل، لنفعل ذلك. أجل، هيا شباب لنفعل ذلك، هذا حقا جيد. هيا ماروسيا، اكتبي لياليا باتريك أرتيم. هيا إذن يانا. شباب، شكرا لكم لأنكم ساندتم أرتيم وبعوضته. ماذا، هل نكمل العراك؟ لا أظن ذلك يانا، المدرسة كلها صوتت. ماذا تقصدون؟ ماذا نقصد؟ نقصد ما قلناه يانا. حسنا يانا، مكتوب هنا من سينظم حفلة عيد الحب، وهذا كان قرار المدرسة كلها. ايه، انتظروا، لقد خدعنا. لنعد الأصوات الآن. أجل.
القبعة. كل شيء هنا. الآن سنعرف من سينظم الحفلة. حسناً، سأخذ الورقة الأولى. ألف تسعة. إذن لم نصوت للبعوضة؟ أجل، كانت فكرة جيجي. تباً، فهمت الآن. لقد خسرنا، لكن سنفسد حفلتهم. إذن ألف تسعة. لن تصدقوا هذا، لكن أنا أيضاً لدي ألف تسعة. وأنا لدي ألف تسعة. وأنا لدي ألف تسعة. لدي ألف تسعة. ألف تسعة. ماذا عنكم؟ ألف تسعة. ألف تسعة. ألف تسعة. ألف تسعة. ألف تسعة. أرتيم، افعل شيئاً. ماذا سأفعل؟ المدرسة كلها صوتت. صحيح، عيد الحب سيكون لنا. وأنا اشتريت هدية عيد الحب لجيجي. ألف تسعة. وأنت؟ ألف تسعة. والآن الأخيرة. ألف تسعة. لقد فزنا. حسناً، لقد عرفتم جميعاً. من سينظم حفلة عيد الحب؟ ألف تسعة. أجل. أنا. أجل. شباب، اشتركوا في ماذا؟ إنه كبير جدا. حسنا، شباب، اشتركوا في القناة واضغطوا على زر الإعجاب وفعلوا.